معانا هذه الكلمات المرتبطة بالأغذية وناخذ فكرة عنها وعن بعض هذه الكلمات. راح نقرأها وهدفنا أننا فقط نعود أنفسنا على الكلمات بكثرة يعني التطرق لها، وليس هدفنا أننا نحفظها كما هي. الكلمات هي كالتالي: alimentos، alimentación اللي هي الغذاء والتغذية، alimentos، alimentación، verdura، فروتا الخضروات، الفواكه، يوغور الزبادي، مانثانا التفاح، فيليتي دي ترنيرا شريحة لحم بقري، في يعني لما نقول كارني دي ترنيرا اللي هو اللحم البقري، طبعا احنا عارفين ان البقرة هي باكا لكن لحمها نسميه ترنيرا، فيليتي دي ترنيرا، كونخيلادوس هي الحاجات المجمدة أو المأكولات المجمدة، مانتيكية الزبدة، كيسو الجبنة، لاتا هي دائما المعلبات نسميها لاتا، ريفريسكو المشروبات، ويبو البيض، بوتيا دي ليتشي علبة الحليب، سالتشيتشاس اللي هي النقانق، بان الخبز. لو تلاحظون في كم كلمة منها مرت معانا، يعني أنا أتوقع أن في عدد كبير منكم حافظ بعض الكلمات هذه بسبب تكرارها معانا بدون ما هو قام يحفظها. بوكاديو اللي هي يعني خلنا نسميها مثل السندويتش، البوكاديو أو الخبز يعني المحشي، خلنا نسميه يعني زي لما نشوف الخبز الطويل اللي عندهم لما يكون محشي بلحم أو دجاج أو غيره يسمونه بوكاديو. بويو لحم الدجاج، ميرلوثا نوع من أنواع السمك وهو من أكثر الأسماك انتشارا في أسبانيا، ساردينا أيضا السردين، ميرميلادا وهي شو نسميها الميرميلادا راح من بالي الحين يجي الاسم، جامباس اللي هي الجمبري، طبعا يختلف عن الروبيان، طبعا الجمبري عن الروبيان يختلف، توماتي الطماطم، سالمون ايضا سمك السالمون، بيسكادو السمك بشكل عام، فريسا الفريسا اللي هي شو اسمها الفراولة، نارنخا اللي هي البرتقال أو النارنج، بيريخيل البقدونس، بلاتانوس الموز، لتشوغاس اللي هي الخس، ثانوريس الجزر، آخو الثوم. فمثل ما قلت لكم الكلمات هذه كلها يعني بعضها منها أو بعض منها تكرر معنا سابقا. أرجع للكلمة هذه مرميلاذا المربى، نعم المربى ذكرتها، بلاتانو أيضا قلنا إحنا الموز، بيرا الكمثرى والعجاص، ثرياليس اللي هي الحبوب أو مثلا عندنا كلمة زي الكورنفليكس والحبوب بشكل عام نسميها ثرياليس، ميلون اللي هي الشمام، باتاتاس البطاطس، ثيبويا البصل، أثيتي الزيت، أثكر السكر، ساندية اللي احنا البطيخة ونسميه الحبحب، أثيتونس الزيتون، شوكولاتي ما يحتاج ترجمة، باستا اللي هي المكرونات بشكل عام. تحياتي لكم.